والله اغتنام الفرص صفة الأكابر الكرام الطيبين، اغتنام الفرصة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مرة تقول: لقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نفسه طيبة، يعني هو دائما نفسه طيبة عليه الصلاة والسلام، بس ازداد سرورا، ازداد انبساطا صلى الله عليه وسلم، بدها تستفيد. شوف هون استفاد، اغتنام الفرصة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي، ادعي لي، خصني بشي دعوي. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. يا سلام، والنبي مستجاب الدعاء. قالت: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري من الفرح، يعني مالت للأمام. قال: أيسرك هذا يا عائشة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: والله والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. أنت متصور النبي داعينا شقد، داعينا شقد، شقد صلى وشقد دعانا. اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما... سيدنا النبي داعي لك، سيدنا النبي داعي لك، والله داعينا، داعينا. فنحن لازم كمان نرد هذا المعروف: جزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله. كيف نرد هذا المعروف؟ نتمسك بسنة سيدنا النبي، نحيي سنة سيدنا، نعلم أولادنا سيرة سيدنا النبي، نحكي لهم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.